طريقة كتابة برنامج وحفظه بالميموري. طبعاً إحنا لكتابة البرنامج عندنا قلنا طريقتين. أول شيء إحنا بكتابة البرنامج لازم نأخذ الأبسوليوت. كتابة البرنامج لازم نأخذ الأبسوليوت ونضغط على الإديت. هذا ليش؟ حتى نحفظه بالميموري. عندنا هنا نصف أوتوماتيك، هذا أوتوماتيك، هذا الميموري يعني خزن. فإحنا بعد ما صفرنا هنا طبعاً يدوي يعني أشتغل وأصفر المحاور اللي هو جي 28، وبعدين أخذنا بالجوك اللي هو جي 01، أخذنا بالرابط اللي هو جي 00، رح أبدي أكتب البرنامج. إحنا قلنا أما نكتب بالبرنامج إذا برنامج مخزون حيطلع لنا هو مخزون وحدة من الأرقام، وإذا ما مخزون إيش رح نسوي؟ أنسرت حتى يطلع لنا برنامج جديد. فوين أروح بعد؟ هنا قلنا يأخذ أبسوليوت يعني مطلق. نجي على بوزيشن، هذا هو البوزيشن، احوله على ابسوليوت، باعوا ابسوليوت هنا. ابدي بروجرام، هذا بروجرام ايش راح تظهر لنا؟ تظهر لنا مجموعه من البرامج. هذه اذا اكتب اي وحده من هاي الارقام واسوي لها سيرج راح يطلع لنا. على سبيل المثال هسه بدي اكتب هذا الرقم، اكتب او يعني هذا موجود مخزون 00001 2. سوي له سيرج، ايش طلع لي؟ طلع لي هذا برنامج مخزون. اذا سويت بوزيشن بروجرام، انطيت رقم البرنامج الموجود، فراح يطلع لي برنامج موجود. اذا اروح على دايركت واريد برنامج جديد فحكتب رقم ما موجود هنا، يعني على سبيل المثال اكتب او 1 5 2 4 مثلا. ايش راح انطي هنا؟ ما انطي سيرج، حاطي انسرت، اكتب انسرت، ايش حيطلع لي؟ برنامج جديد. وعلى ضوء هذا البرنامج حكتب خطوات العمل. خطوات العمل لازم شختار، انا سويت، انا صفرت المحاور جي 28 يدوي وانطيت الجي 00 قلنا اللي هي بالنص بالفراغ بالحركه سريعه. هسه لازم ابدي اقرب ألامس من يم القطعة وأكتب برنامج. أنا حكتب برنامج عشوائي لا على التعيين، فنطلع واحدة من البرامج العشوائية ونشوف التنفيذ مالتها. هالمرة راح أنفذها بالجرافيت. فالبرنامج الموجود عندي مثلا هذا، هسه أنا هسه باعوا هذا كاتبته هيجي يدوي، كاتبته البرنامج وراح أنفذه، بس طبعا أنا كاتبة غير رقم، راح أنفذه بدون ما يعني بقفل المحاور بالسن هذه، اقفل بها المحاور واقفل بها، بس يتحرك يفتر الاسبنده وابدي اشوف الرسم مالتي خطا او صحيح. طبعا اجي على قفل المحاور، هذا هو قفل المحاور، حقفلها بهالشكل هذا قفل المحاور. ايش راح يتحرك عندي؟ بس الاسبنده، وراح تتحرك الترت يتحرك عندي يعني مكان التول مالتي، والاسبنده هو راح يفتر، بس هي شنو مقفوله من المحاور يعني ما راح ننفذها. وين راح اروح بعدها؟ هذا هو البرنامج مالتي، راح اجي على الجرافيت، اضغط على ايقونة الجرافيت هنا، راح تطلع لي بهالشكل على الشاشة رسمة. انفذ الرسم مالتي، وين اروح هنا لتنفيذ الرسم مالتي؟ ميموري اول شيء، اضغط على الميموري بعدين انفذ. باعوا هسه بالتنفيذ ايش راح يصير عندي بالشاشة؟ اسرع طبعا هنا شوية، اسرع هذه أسرع حتى راح يبين الرسم مالتي بعمل الشكل هذا. اذا سوينا احنا هسه سوينا اول شيء دايركت سيرج، طلعنا البرنامج اللي انا خازنته بالماكينه عن طريق الفلاش، بعدين رحنا على الايديت الميموري، قفلنا المحاور مالتنا، وراها بدينا ننفذ، راح تطلع لي الرسمه. اذا كان شغلي صحيح يتبين بالرسم، واذا كان شغلي غلط لازم اني اعيد. فهذا الرسم راح يطلع لنا، والتمرين هو هذا. شوف الرسم مالتنا، نضغط على الجرافيك، عندنا زي بسرعة. احنا
احنا بتنفيذ البرنامج كتنفيذ مو كجرافيت ما راح نزيد السرعه بهالشكل هذا، يعني نشتغل شوي على كيفنا، بس هنا كرسمه حتى دا اشوف الرسم مالك مالتي صحيح لو خطا. حيكون بهذا الشكل. هسه هذا اخذ الرسم مالي. طبعا هو هنا استخدامنا فقط لتول واحد، هذا الجزء الثاني اللي يشتغل بهالشكل هذا. طبعا هنا